مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير المغربية. عندي مرقة فروج، سلقت الفروج قبل مثل العادة ما بنسلقه وطيبته وكل شيء. شلت المرقة على جنب، علبة حمص، نص كيلو مغربية، بصل، ماجي، ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات، رشة بهار أسود، ملح، ملعقة طعام سمنة. بحط المغربية بالطنجرة، بحط عليهم لتر مي وبغليهم. هلا بالوقت اللي عم بسلق فيه المغربية على الغاز شو بدي اعمل؟ بحط السمنة بالطنجرة والبصلات، بقليهم شوي، ملعقة طعام سمنة، بحط البصل وبقليهم شوي، بس قليهم بيعطوا نكهة طيبة مع السمنة. هنا بزبدة، هنا قليهم مع زبدة. مثل ما شايفين قلت البصل شي خفيف. هلا المغربية على الغاز عم تغلي، بس تستوي نص استوى بشيلها، بصفي المي وبحطها فوق البصلات. هلا شو بدي اعمل؟ بدي احط مرقة الفروج فوق البصل، بسلقهم لحتى لي تجهز المغربية. بسم الله، بغليهم لتجهز المغربية. هوني بس استوت المغربية نص استوى، شو رح اعمل؟ رح صفيها وحطها فوق البصل، كمان البصل نفس الشي استوى نص استوى. حط عليهم قبل شوية مي، بزيد رشة ملح، وهلا بتركهم ليستووا مع بعض. شو بعمل كمان؟ بعد ما حطيت رشة الملح بحط مكعبات الماجي والبهارات، بتركهم هلا يستووا مع بعض، برجع بشوفكم. هيدي المغربية هلا بس استوت. شو بدي اعمل؟ بحط فوقها فروج المغربية، أطيب إذا ما نحط لها سفينة، بس أنا حطيت شوي من الفروج فوقها، سفينة وشوي من الفروج. وبحط الحمص، بتركهم يغلوا مع بعض شي خمس دقايق، وإذا بدي بحط عصرة حامض خفيفة. هلا جهزت المغربية، بدي اسكبها بصحن. هيدي المغربية اللي عملتها انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.